عندك سيارتك حب يكون عندها محرك عمره الافتراضي طويل، حب كونسوماسيون تاع الكاربيرون تاع الوقود تكون مليحه، ما تصرفش من شهريتك بزاف. عندك سيسبونسيون حبها تكون مليحه وعمرها طويل. عندك فولوموتور حب يكون عمره طويل. عندك عندك باطا فيتاس سواء كانت يدويه او اوتوماتيكيه حبها تعيش لك. عندك لي بنو حبهم يعيشوا لك. نصيحتي لكم اليوم من جملة نصائح جي ام او، هذه فقرة جديدة عملناها ننصح فيها يعني الناس، يعني جي ام او في دقيقة، نصيحة جي ام او في دقيقة، هذا نحاول إن شاء الله يكون هذا هو عنوانها. جاء عفوي هكا. عندنا أمور مغلوطة بزاف اللي هي مثلا يقول لك أنا كي ما نعملش الزيت مليح يكولي لي الموتير، يفسد لي الموتير، صح الزيت منه يفسد لك الموتير، بصح كاينه حاجة خلاف تفسد الموتير. صح عندنا أمر ثاني مغلوط يقول لك لا سيسبونسيون السيكوس لي دودان الطريق المكسرة الحفر يخسروا لا سيسبونسيون، صح يخسروها بصح كاينه حاجة خلاف نسينا عليها. عندك الفولوموتير يقول لك أو جينيرال مو يمشي 40000 ولا يمشي 50000 ويفسد الفولوموتير، خاصة مثلا في الفولكسواجن، صح صح شفناه يفزر 50000، بس علاه يفزر 50000؟ شفنا باللي لومبرياج الملتي ديسك سواء كان يدوي او اوتوماتيكي العلبه يفسد، البنوات يفسدوا بالخف. كاينه نقطه مهمه بزاف ونسيناها، يا ترى واش هذه النقطه؟ جامي تسالت الديماراج تاعك، ديماري بالسياره تاعك من النقطه الميته من البوامور، يعني السياره راهي مقاريه وديماريت بها انت، جامي تسالت باللي نستحفظ بها شوي، نسوقها بحنيه شوي، نكون حنين عليها شوي؟ إبا نصيحتي اليوم لكم اللي هي اذا عندك سياره وحبها تعيش لك الديماراج تاعك كون حنين، دير البريمير تاعك ولا ديرها في الدرايف، ديرها في الدي سيارتك اذا كانت اوتوماتيكيه وديماري ديماراج خفيف. اكسيلاسيون خفيفة يعني اضغط على الدواسة تاعك بلطف، بروميير دوزيام تروازيام وهي ماشية حتى توصل إلى 120 كيلومتر في الساعة. من هذا المنطلق سيارتك راح تكون عمرها راح يكون عمرها طويل وراح تعيش لك. وفي فيديوهات مقبلة إن شاء الله راح نصور لكم وتشوفوا معايا في الديماراج العنيف كيفاه راح يتفزد السيسبونسيون، وكيفاه راح يفزدوا لي بنوات كي باتينيو في الارض، وكيفاه يفزد الفولوموتير كيما دارت فينا الجولف في عوام فاتوا في السيري 4 وفي السيري 5 وفي السيري 6 وفي السيري 7، خاصة في السيري 4 دارت خسارة في الأمة، الناس كل فزدوا لها الفولوموتير. يعني من هنا نستنتجوا باللي الديماراج العنيف راهو يضر لك سيارتك. عزيزي المتابع ولا عزيزي السائق حاب تسوق سيارة عنيفة وديماراج عنيف، سوق بوغاتي لامبورغيني ولا سوق فيراري ويليك الديماراج العنيف. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.